إذا دخل وقت الصلاة أو قبل أن يدخل وقت الصلاة تتطهر في بيته لا في المسجد، لأنك عندما تتطهر في بيتك كل خطوة تطهرها في المسجد تكبيرها أيضا. كذلك تؤجر على الذهاب وتؤجر على العودة، تتطهر في بيتك، تأتي وعليك السكينة والرضا، سكينة ووقار، يعني لا تأتي إلى المسجد وتغني أو ترفع الصوت بالجوال تكلم أو تلتفت يمين ويسار، تأتي عندما تصل إلى باب المسجد تقدم الرجل اليمنى تقول الدعاء الواضع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ترى نعليك أكرمت الله ضع مع النعلين الدنيا، تذكر أنك وضعت الدنيا لا حديث عن دنيا ولا تجارة ولا بيع ولا شراء ولا سفارة ولا ما أخذ الجوالات ولا شيء منها. تدخل إن وجدت الإمام شرع في الصلاة تدخل معه على أي هيئة، تجد الإمام جاهز تدخل معه، راكع ساجد جالس قائم تدخل معه حتى وإن كان في التشهد الأخير. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دخلت المسجد وكانت الصلاة مندوبة بعد ماذا تصنع؟ تلتفت يمين ويسار، يعني أين الإمام؟ آخر وكانت المؤذن أقيم الصلاة؟ لا، ماذا تصنع؟ صلي وقلي حتى وإن كان الإقامة باقي عليها ربع دقيقة. إذا صليت يحصل لك أجر الصلاة، وقيمة الصلاة، وأنت الثالث من الصلاة، في الأولى توقع عليها تسليم، كنت لك أجر الصلاة، نعمة من الله، قلت دوما لك التعيش، ثانيا، لا، صل، إذا صليت لا يعد هذا الوسواس الشيطان ولا يقدر بسرعة ويقام الصلاة، وجدت الإمام على هيئة الدكتور معه على هذا. إذا دخلت مع الإمام تأتم الإمام ولا تسابق الإمام وتصلي بصلاة أدرك الصلاة كاملة تسلم مع الإمام، فهذا الشيء تقوم بعد تسليم الإمام وتفضيله. إذا سلمت وانتهيت من صلاة الفريضة تأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الولد هذا ولد اليوم، هذه أذكار خمس صلوات لأنها لها ربط أعلى من قراءة القرآن هنا في هذا الموضع، مفهوم هذا؟ لأن هذا الولد له مكان هنا أعلى من قراءة. لو قال لنا الشيخ أنا أريد أذكار الصلوات المفروض قراءة القرآن، نقول لا، هنا الذكر أعلى من قراءة القرآن، مع أنه قراءة القرآن أعلى جدا يحافظ على هذا الجهد. الحجاج دخل مسجد المدينة وفي المسجد سعيد، سعيد بن سعيد، كان سعيد رحمه الله لا يقطع الود الذي بعد الصلاة مهما حصل، دخل الحجاج وصلى بجانب سعيد، وكان الحجاج يلعب في الصلاة يكثر من الالتفات، فعندما انتهى سلم الإمام سلم الحجاج وسلم سعيد، فأمسك سعيد بيد الحجاج ولم أكلمه كلمة حتى انتهى من ولده، وقال له يا لص يا سائل تسلك في صلاتك، والله لو تعود مثل هذا الفعل لأضرب من عليها فيه وتركها حجاج عنده ولا بعد. حصل ما حصل من خلاف الحجاج وكذا، دخل المسجد الحجاج فقال الناس اليوم
يأخذ الحجاج بحقه. مثال: دخل المسجد فرأى سعيد في المسجد فقال: أنت صاحب الكلمات؟ هذا لو كان عليها تل. أنت صاحب الكلمات؟ قال: نعم، وضرب على صدره. أنا؟ قال: لله ذكرك من المعلم، والله لم أصلي صلاة بعد تلك الصلاة إلا تذكرت ما قلت. أحسنت يعني. كثرة الالتفات، الالتفات اليسير من الصلاة مطلوب، الالتفات كثير محاضرة وقد تكون الصلاة باطلة. يحافظ على السنن الظواهر، السنن الظواهر ركعتين الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين وركعتين ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، ابن عشرة أو عشرة إذا دعنا قبل الظهر وبعدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع في ركعتين الفجر ما لا يصنع في بقية الظهر. ركعتين الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا بالحرى ولا باليسرى. ركعتين الفجر لها فضل دون بقية السنة الظهر، خير من الدنيا وما فيها، خير من لو قال لك بعطيك الله الدنيا كلها. هذه الركعتين أفضل منها، لا تتركها أبدا، تقضى تقضى، ما تترك لا بحرم ولا بسحر، تخفف تخفف دون إكمال الصلاة، تقرأ فيها بعد الفاتحة في قول قل أتادرون في الثانية بعد الفاتحة قل الله أعلم. نعم، كذلك الوتر لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أقل الوتر ثلاث ركعات على أقل الكمال، وأقل دون الكمال ركعة. لا تترك أبدا، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا بحرم ولا بسحر. تحاول على سنة الظواهر، تقرأ القرآن، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فإنه لبعض ما في سبيل الله أنت في المسجد استقبل لها الملائكة وما تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة. سبحان الله، هذا الآن جالس ينتظر العشاء كأنه قائم الصلاة ما انتظر الصلاة. اخوان، هذا الذي يعني نراه من بعد لان الله فيها، هل يخالف كتاب السنه؟ حتى البعض يعني ما ياتي البعض بعد المسجد ولا ما ياتي المسجد، شو معنى هذا؟ قال ما لو ما ياتي المسجد ايش معنى هذا؟ انك تعتزل على السنه والجماعه وان تصلي، تتخلف عن الجماعه الذي يتخلف عن الجماعه وذكر عاقل ذلك كما يدور من الصحابه ماذا؟ رضي الله عنه. منافق ظاهر النفاق كانوا ياتوا بالفجر يهادى به بين الركعتين، يعني ما يستطيع المشي مريض معلوم لا يتخلف عنها الا منافق ظاهر النفاق. ولو كنا تفقد الاخوان ذلك، اي الامام يتفقد، المؤذن يتفقد، عندنا في أولى القديم أيام الشيخ محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الوهاب كان الناس يحضرون في الصلاة مثل ما تحضر في العمل. الإمام مهدي يحضر الذي يتغير عن الصلاة وخاصة الفجر، يأخذ الإمام مهدي بعد الصلاة البيت يدق الباب ويقوله يأخذ إيه والله لا يتأخر عنها أحيانا حتى الذي يتأخر عن الصلاة يضرب. لكن لا تسأل عن ما كان عليه من خير ونعم ورخاء. والله حدثنا بعد والله كان تلك الأيام والله قبل أن نخرج لصلاة الاستسقاء نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يردنا خالد، بل يقول والله في يوم من الايام اردنا القرون وجدنا ربنا في الطريق، قلنا اخرج معنا، قال يعين،
كم صار السماء ما يرجع بسرعة أصلا يعني ما أجد الرجوع. أنا انتهيت، أنا دعوت الله، الله أنا ودك سهيت أقول الله كان خير وكذا إخوان الصلاة عماد الدين، عماد الدين أعلى وعلى الدنيا الصلاة من ثورة فكرة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسأل ولا يسأل ونضيع الصلاة فحشر قاعد انهدم الدنيا فما يمكن تتخلى عن صلاة الجماعة إذا ناوي أن تفرق بعض البعض لماذا أخذ ذلك إلى الجماعة؟ لماذا تسهر؟ لماذا أنت غير عن العمل؟ والله يسأل بعض الناس أنا أعرف رجل عندنا له في الوظيفة 27 عام في بلد في الوظيفة لا يوجد لا ولا ساعة ولا دقيقة تأخير ما هو في بلد في 27 سنة صح؟ نعم كثير هذا المطر كثير والله كثير نعم لكن الصلاة تأخر عنه كذا عليه نسأل الله أكبر فما يسمع كلام مبرر تستعين بالله أن هذا محاضرة الصلاة هذا ليس لك أنت قلتها هذا من الله وما بكم من نعمة فمن الله تدعو رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء طيب هذا الظالم قال ما عند ذرية قلنا هذا الدعاء في محاضرة الصلاة أن الله لكم ذرية صالحة وزوجة صالحة وأجر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا حول ولا قوة إلا بالله صحب الصالح قل يا أخي جزاك الله خير قل صلاة الفجر ونتعاون أن كل يوم تمر عليك هذا جاوبها كل يوم يتعاون على الصلاة كان الصحابة الله عليهم أخوان يتعاون تنام مبكر تزور القبور بما زيارة شرعية لأن القبور تذكر الأمر الأولاد تعلمه أصلا الأولاد الآن توقفهم للدراسة ولا يمكن أن تغير أحد أبدا صح وإلى أقرب أما الصلاة فأمرها سهل إلا من رحم الله إخواننا أركان الإسلام هم ما نقول ذكرنا الإسلام فيما تقدم ثم الصلاة الركن الثالث ثم ما يتعلق بالزكاة والحج ذكرنا شيئا من الزكاة الزكاة والصيام وأسأل الله سبحانه وتعالى بلغني ناقة الحج فأقول يعني والله أنتم في خطر والله كنت تعلم هذا أكثر مني أولادكم في خطر أكثر منه فماذا نصنع؟ نلتقي إلى الله نتعاون نفتح الله سبحانه وتعالى علينا وتتغير الأمور إلى أحسن لا بد أن نتعاون أما كل واحد يعمل على حدة وتفرق لا بد أن نجتمع المجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ويبلغنا وإياكم رمضان اللهم اكفنا بحلالك عن الحرام وارضنا بفضلك عما سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم